بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إن القرآن كله في التوحيد. أهمية التوحيد، لأن المسلم أحوج من غيره لمعرفة التوحيد، من أجل أن يحققه، ومن أجل أن يقوم به، ومن أجل أن يبتعد عما يخل به أو يناقضه من الشركيات والبدع والخرافات. أهمية التوحيد. هي في العالم الإسلامي اليوم، ما عدا هذه البلاد التي حماها الله بدعوة التوحيد، في العالم الإسلامي المشاهد الشركية المشيدة على القبور كما تسمعون عنها أو كما رآها بعضكم ممن سابق، الدين عندهم هو الشرك. أهمية التوحيد. الذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذا هو التوحيد، نقول لهم لا، هذا توحيد أبي جهل وأبي لهب، هذا ما يكفي. توحيد المسلمين هو إفراد الله تعالى بالعبادة. أهمية التوحيد. توحيد الألوهية هو المناط للسعادة والشقاوة، لا بد من تحقيقه، ولا بد من الدعوة إليه، ولا بد من بيانه للناس. أهمية التوحيد. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي لا ينجو أحد إلا باتباعها، ولا يدخل أحد الجنة إلا باتباعها. أهمية التوحيد. هذا أمر عظيم يا عباد الله، أمر العقيدة وأمر التوحيد. أهمية التوحيد. وكذلك المسلم الموحد الذي لا يصدر منه شرك أيضا يبين له التوحيد الصحيح، لئلا يغلط يبين له التوحيد الصحيح، وتشرح له العقيدة، وتبين له خصوصا أولاد المسلمين، خصوصا عوام المسلمين، خصوصا طلبة العلم المبتدئين الذين لم يتمكنوا، يبين لهم معنى التوحيد الصحيح. أهمية التوحيد. لا يدخل الجنة إلا بهذين الشرطين، من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا اللي يدخل الجنة. أهمية التوحيد. معنى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص لله عز وجل بالأعمال الصالحة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله متابعته صلى الله عليه وسلم. أهمية التوحيد. فهناك من علماء الضلال الكثير الذين أضلوا الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. أهمية التوحيد. العلماء الذين يدعون الناس إلى الضلال هؤلاء مغضوب عليهم، العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، يعرفون الحق ولا يعملون به ويدعون إلى خلافه لهوى في نفوسهم أو لأطماع يحصلون عليها أو رئاسات يتبوؤونها، يدعون الناس إلى غير ما يعتقدون وإلى غير ما يعلمون من أجل أن يترأسوا عليهم. أهمية التوحيد. بعض الناس يقول أولاد المسلمين أولاد بيئة، لا تعلمونهم العقيدة وتعلمون، لأنهم أولاد بيئة، هم مسلمون بدون تعليم، تعلمون الدين من بلادهم ومن بيئتهم، يعني لا تعلمونهم أركان الإسلام، ولا تعلمونهم أركان الإيمان، ولا تعلمونهم أنواع التوحيد. هذا إما أنه جاهل ولا يعرف قيمة التوحيد، وإما أنه يعلم لكنه مضلل يريد تضليل المسلمين. أهمية التوحيد. ما يكفي أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله بدون أنه يعرف معنى هذه الكلمة ويعمل بها ويطبقها ويدعو إليها. أهمية التوحيد. بلاد الأخرى واقعين في الشرك في وضح النهار، تبنى الأصنام، تبنى الأصنام للمسلمين، ما هي تبنى للكفار، تبنى للمسلمين، يروحون لما ويطوفون به ويذبحون له وينذرون له، كيف مع هذا نغطي رؤوسنا ونتعامى ونقول لا، أنت مدعو الناس إلى الأخلاق وإلى الزهد وإلى يعني يقولون الشرك هو محبة الدنيا، في طائفة تقول الشرك هو محبة الدنيا، أخرجوا الدنيا من قلوبكم، هذا هو التوحيد. يا سبحان الله، هذا هو التوحيد. وناس يقولون لا، الشرك هو الحاكمية، حكموا خلوا المحاكم تحكم بالشرع. نعم هذا صحيح، المحاكم تحكم بالشرع مطلوب، ولكن هذا ما يكفي،
هذا ما يكفي، حتى لو فرضنا أنهم حكموا المحاكم للشرع، ما دام الشرك موجود وما دام في البلد أضرحة وما دام فيها قبور وما دام فيها دعاة إلى الشرك، ما يكفي أن نجعل المحاكم تحكم بالشرع. أهمية التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال للمشركين خلونا نجتمع ونبطل الحكم بعوائد الجاهلية ونحكم بالناس في الشرع، ولكن اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تبقى كل على دينه، لكن نجعل محاكم تحكم بين الناس بالشرع وتبقى اللات والعزى ومنات والأصنام، هل يكون هذا دين؟ أهمية التوحيد. لا بد من تصحيح العقيدة أولا، ولا بد من تحقيق لا إله إلا الله، ولا بد من إزالة الشرك ومظاهره من البلد، ثم بعد ذلك تأتي بقية أوامر الدين وشرائع الدين، لأننا إذا حققنا الأساس أقمنا عليه البناء الصحيح، وإلا فرضنا إنك أقمت بناية تتكون من 120 دور لكن أقمتها على أساس هار، ماذا يكون مصير هذه العمارة؟ 120 دور على غير أساس تنهار بمن فيها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أهمية التوحيد. لو كان البدن متكامل، أعضاء متكامل وضخم وكبير، لكن ما فيه رأس، ماذا يكون هذا البدن؟ جيفة، هذا جيفة. لكن إذا كان الرأس موجود فإن بقية الأعضاء، الإنسان إذا كان له رأس سليم يمكن تنقطع يده تنقطع رجله ويعيش ويمشي ويتزوج ويأكل، لكن لا يقطع رأسه ولا وأعضاءه كلها الباقية سليمة، ماذا يستفيد؟ كذلك الدين، إذا راحت العقيدة راح الدين مهما كانت صورة الأعمال بعد ذلك. والآن نترككم.